مكيفني ماتش الجزائر قوي والله العظيم. فعلا الماتش ده العنوان بتاعه الصياعة أدب. الصياعة أدب والبلطجة أخلاق بالصلاة على النبي. يعني ممكن أنا من كتر أدبي معاك أحرجك، ومن كتر أخلاقي أخد منك اللي أنا عايزه. هو ده المصري والله. ربنا يكفيك شر المصري لما يبقى له عندك طار. اوعى تفتكر انه هيسكت ولا يطنش، هو يبان عليه كده انه مطنش شاخد باله، لكن لا يمكن يسيب حقه. تاريخنا كله شاهد على كده. لا يحب يسيب طرف حرب، ولا يحب يسيب طرف في سياسه، ولا في مباراه، ولا في ضريبه عقارات. لازم تيجي سيرته، لازم لازم. وممكن يبين لك ان الموضوع انتهى خلاص، وان مفيش في باله اي حاجه، واتاريه هو لابد لك في الدره، وفجاه تلاقيه طالع لك من حته اللي على البال ولا على النيه، تبقى مش عارف الونات جايه لك منين. زيو 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 من هنا ومن هنا، مش عارف تلاحق على مين. تلاحق على زيدان ولا على جده ولا على المحمدي ولا... ان شاء الله عليهم يا عيال. والله العظيم لعبوا ماتش درس، درس في كل حاجه، من اول البلانتي بتاع حسني عبد ربه ده. والله العظيم بلانتي كل الناس بتدخل بلانتيات كده وخلاص، انما واضح البلانتي داخل بقلة ادب، عايزين يعملوا قلة ادب. اه والله راح داخل عامل ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ والمصحف الجون، اول مرة اشوف جون كأنه واقف في صلاح سالم يعني. يا خرابي، جون صياع صايع صياعة، كلهم دخلوا جوان، واضح ان هم كانوا عايزين يدخلوا جوان صياعة. يعني زيدان ده كان قدامه يحط 30 كورة، لا هو عايز يرقص واحد كده ويجيبه كده ويروح في كده حاجة كده. اه مش عايزين يدخلوا جوان، عايزين يعني يعلموهم الأدب. اه كانوا فرحانين اصل هم قوي باللي عملوه في ام درمان وبالبلطجيه اللي حصل لنا وبالبلطجه والجون اليتيم اللي جه، وبيكذبوا كل ما اتقالت، كل ما يتقال كلمه مصريين ما تفهمش، قال لك المصريين دي ما ولاتيه، دي ولاتيه. اه وان احنا اتبلينا عليهم، والفيفا مش هيسال فينا. لا خلاص يا عم الحاج، لا عايزين ملف ولا حقول احنا يعني عايزين فيفا، ولا احنا حد يجيب لنا حقنا، احنا جبنا حقنا بايدينا. حقنا جالنا في الماتش تال، رايحين جايين في الملعب كاننا بنلعب نفسنا والله العظيم. ما حصلتش 31 نقله، اخرها يجي جون 31 نقله تعدت كده، 31 نقله. لدرجة ان الحاج حسن شحاته من بره عمال له لعبوهم شوية عيب كده. لعبوا معاك، لعبوا معاك. اخواتنا اخواتنا عيب. يا متعب. احنا الشقيقة الكبرى عيب كده. وانت يا جدو. مش كل ما انزلك تجيب جون. ان العيال تسمع ان العيال تسمع كلامه ابدا والله. استنى يا كابتن بقى، سيبنا نداب ومان. وفي الاخر الواد عبد الشافي وراح رازع في الجيحة. يا سلام يا ربي والله. النقلات ال 31 نقله دول يخشوا موسوعه جنس في النقلات، واحنا في ثواني والله، في ثواني النكت والمسجات ابتدت تشتغل. يا ساتر علينا يا رب والله، شعب عجيب احنا. يا ساتر، الماتش لسه ما خلصش بقاله يعني ما فيش ثواني، وفجاه رساله من اصحاب الاشرار: استغنى عن شبكة موبينيل وفودافون لأن شبكة الجزائر بتستقبل أكتر. الله، إيه ده؟
وسمعت بيقول لك رابح سعدان قتل حفيده وقال له قال له بحبك يا جده. ايه ده ايه ده ايه ده على طول رابح ده؟ احنا ساتر يا رب علينا يا ساتر علينا يا رب. والله والله دول غلابه والله دول غلابه. وقعوا في وسطي هم افتكرونا ان احنا هنرد عليهم بنفس الطريقه، ضرب من تحت دراع، كوع شرعي وغير شرعي، كتف تقيل، وكلهم في المباراه عاملين كده. غلابة. ما يعرفوش ان احنا اولاد ناس. احنا اولاد ناس برضو لنا طريقة في الرد يعني. اه والله قلتها انا في حلقة الجزائر قبل كده، اياك وغضب المصري، لا حول ولا قوة الا بالله. 4-0 و3 مطرودين يعني هزيمة هزيمة ما فيهاش كلام. والله من غير مجاملة كانت 4-0 مع الرأفة، الا 4-0 مع الرأفة والله. ده كان المفروض 6-0 7-0، ودي من خدمة هزقني شكرا من منتخب مصر. بيقولك مع كل 3 أهداف مهينة 3 طرد هدية. شوية مصر مصر مصر. لازم واحد يطلع في الآخر مصر، لازم واحد خارج جاي متاخر طول الوقت. والله هو ده اللي معطلنا، وتبقى الناس خلصت مصر. والله ده لسه قاعد في محطه مصر. لا ومش عاجبهم اللي حصل، ولا روح رياضيه بقى، ولا كل الكلام اللي بيحاجه. روح رياضيه ايه يا عم؟ ما عندهمش روح رياضيه خالص. اتفرج بقى على الروح الرياضيه، تكفير شركات مصريه في الجزائر، والجرايد هناك تقول لك معذورين شباب، شباب دمه محروق من النتيجه اللي انتهى ليها الماتش، هذا الماتش اللي ما كان عادل، والماتشات اللي قبله طيب كانت ايه؟ ها؟ اللي كان فيها المستوى برضه ما يعلم به ربنا اللي انتوا لعبتوها دي. ما علينا. طب والماتش اللي بعده بتاع نيجيريا اللي اترزعتوا فيه برضه 1-0 كان ايه؟ بتلعبوا على بال ما تفرج يعني؟ وكلكم بقى وكوتش الحكم بتاع الماتش كوم تاني يا ولده. وهنا بنوجه رسالة للسيد كوجة الساكن في دير بنين، لا تذهب للجزائر، يا ريت تختفي اليومين دول وتتدارى. والله ما هيسيبوك، مع ان الراجل برضو يعني كان ماسك العصاية من النص وفوت شوية، فوت شوية ده فوت كتير، ده اتضرب بالراس يعني، نطح من شوش اللي هو كان باصص للكورة من شوية ده، وقال بلاش يحسبها لا يقولوا عليا متعصب ضدهم ولا حاجة. بس انا عين الكف بقى وقفوه. وقفوه بسببها. قالوا ازاي يعني؟ يعني ازاي يعني انك انت تتضرب كده وما تطردش الجون؟ ده غير بقى البلانتي اللي هو ما حسبه لهناش اساسا بتاع متعب. يعني يلا يلا هنقول ايه؟ الدنيا بقى كانت ماشيه وكان الحكم واقف وقفه رجاله والله، لكن خلاص اخر ورواره ده بتاعهم، اهدر دمه من الحكام وهددوا عيني عينك يا كبد امك يا كوجه، ما كانش يومك يا حكيمي. قال ايه روى؟ هو اللي المفروض راجل محايد وفي نفس الوقت هو نائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس اتحاد شمال افريقيا، وعضو اللجنه التنفيذيه في الاتحاد الافريقي، وعضو لجنه الانضباط بالاتحاد الدولي. يعني راجل رياضي المفروض يتمتع بروح رياضيه، او هو بيتمتع بروح بلطجيه الله اعلم يعني. قالك عليه فريق بالتلاته ما هيشوف كوتشي في ريحه مباراه دوليه تاني، واللي هيحكم في كاس العالم في غوصيدتي. ليه يا مستر روري؟ ليه ما الطيب احسن يعني؟ قالك الحكم والسبب في خساره منتخب الجزائر اما منتخب مصري، وكان متحيز ومرتشي. والله يا عم ده العالم كله شاف اللي حصل، يعني احنا رشينا العالم كله. يا راجل قول كلام معقول، ما تخليش الفضيحه تاثر عليك كده، خليك موضوعي. احنا كمان رشينا صحف اوروبا، الجارديان واللوموند والمحطات الفضائيه سي ان ان، احنا اللي اديناهم العناوين برضو. بص العناوين اللي اتكتبت في صحف اوروبا: الفراعنه ينتزعون الفوز عن جداره، المنتخب المصري يحطم الارقام القياسيه تحطيما، المصريون يتحكمون في المباراه والجزائريون يفقدون اعصابهم، المصريون ينتقمون الانتقام الرهيب. شغالين يا عم روروا بقى راسه 1000 سيف، واللي ما هيشارك
مصر وبعد كل ده برضه مش هيشارك في تحكيم مونديال جنوب افريقيا امثال الحكم كوت جدا هم سبب في تدهور الكره الافريقيه وانا هنعلمه كيف يحكم مباراه للجزائر مره ثانيه يضرب برضه يكمل يخش فينا جوان ما يحسبها لا ارهاب ارهاب عيني عينك والله مش غريبه يعني اذا كان شوشي نفسه ضرب بالراس بعد ضربه الجزاء الاولى بتاعتنا يبقى رئيس اتحاد الكره ده هيعمل ايه بتاعهم يا راجل ده في قائمه الكاف